وطلبت بيتزا خضار، ما في خيارات كثيرة. طبعا كثير عالي. لوك واو، يا سلام، خوف. شوفوا كم مرتفعة. أتوقع إنه وصلنا للمكان، فهذا أحد الأبراج اللي كانوا زمان يستخدموها، وهي هون المكان اللي حكيت لكم عنه بالضبط. So وصلنا. Yes. It's here. هاي كل المعلومات عنه، بس يبدو انه ما فيش ولا معلومة باللغة الانجليزية ولا الالمانية ولا شيء، كله هنغاري. ولكن حنمشي هون حنشوف الاطلال المطل عليها هذا الجسر. واو، شوفوا تحت كم مشكلة. الجسر بتهزهز مع الهواء. شوفوا يا سلام، شوفوا على كل البلد. لو في انه بضلوا نازل بيروح ياخذ لفة كاملة حوالين الجسر. طبعا كثير عالي. لوك واو، يا سلام، خوف. بعد ما نخلص من هون رايحين نروح على المشكلة كله هنغاري ولا بتعرف تقرا شيء. يس، بعد ما نخلص من هون بدنا نروح نطلع على الجسر، على البرج اللي هناك، وبعديها اتوقع بنخلص لفتنا بهاي القرية الصغيرة، ولكن فيها كثير اشياء ممكن الانسان يزورها ويتعرف عليها ويستكشفها لوحده بدون انترنت بدون اي شيء. سو هلا احنا رايحين نطلع على البرج الثاني اللي المفروض بيعطينا منظر بانورامي اكثر او فيو اكثر للمدينة وكل شيء. بس المشكلة انه 4-5 طوابق راح اطلعهم على الدرج، وهاي بحد ذاتها مشكلة. ولكن بسم الله نبدأ، وما راح اصور لكم وانا بطلع، ولكن راح اصور لكم وانا فوق. سو يس، هينا وصلنا الى اعلى المكان، وحاليا هو هذا اعلى مكان موجود بالمدينة ومطل على كل المدينة وكل الاماكن اللي زرناها ورحنا عليها. فمثلا هناك في حقول لافندر اللي كنا فيها، هون الكنيسة اللي كنا فيها او الكاتدرائية او الدير، وهنا موجود المكان اللي هلا مشيت عليه. هاي كل هاي المدينة اللي فيها 5000 نسمة منتشرة، وهنا حقول القمح وعباد الشمس وكل هاي التفاصيل. So yes، هاي هي كل البلدة. Yes. هاي كم طلعت أنا؟ شوفوا كم مرتفعة، تقريبا بحدود 5 طوابق. هاي هون اوكي، وهلا رايحين نرد ننزل نفس الطريق اللي تبلش من هون. بشوفكم تحت.
اهلا مجددا. خلصت كل شيء كان نفسي اشوفه. في بعض الاماكن لسه ما رحت عليها او ما رحت عليها بالمره وما بدي اروح عليها، اللي هي مثل المكان اللي بيعملوا فيه التقطير، المكان اللي بيعملوا فيه العطور تبعات اللافندر. فهذول الاماكن ما رحت عليهم وما بدي اروح. اتوقع هلا نازلين لنفس المكان اللي كنا فيه، اللي بلشنا منه من البدايه، اللي هو اول جبل، عشان نروح على بالطريق الى سكات القطار ونروح على مدينه ثانيه. ولكن اذا بما انه انا ما معي انترنت فما بعرف بالضبط مواعيد القطارات، فبدنا نحاول نشوف احد المقاهي الموجوده هناك او احد المطاعم، منها ناكل شغله، والشيء الثاني بنشيك على القطارات وبنشوف امتى اقرب موعد علشان نقدر نروح المدينه الثانيه. فلحد ما اوصل تحت ان شاء الله برجع بشوفكم. فوصلنا الى وسط المدينه تقريبا، وفي هون مطعم شكله اكله زاكي، فبدي اروح اجربه واشوف المطعم، ومنها برضو بكون في انترنت وبشوف مواعيد القطارات. فهلا خلينا نطلب شيء ناكله وبعديها نتصرف. Hello. Can I have the menu, please? The menu, please. Menu. Excuse me, I'm saving. Okay. Okay. شكله برا فل، فراح اضطر اني اقعد جوا. طب هنطلب بيتزا وان شاء الله برجع لكم بعد ما نطلب البيتزا ونشوف شو بدنا نعمل. للان ما في مكان برا، ف بس حقعد جوا بما انه في مكيف. وطلبت بيتزا خضار، ما في خيارات كثيره زي ما انتم شايفين. وصلت السفاحه وحاطين عليها كميه عيش هائله، بتقول ولا خروف اللي طالب. هنأكل هاي إن شاء الله وبعديها نرجع، تمام؟ بعدين نكمل رحلتنا. فنقول بسم الله، نأخذ أول قطعة منها. مش بس هيك، هم كمان حاطين كمية جبنة بالطعم البلد. ما عارف كيف أبلش فيه. بس مشكلتي مش متعود اكل بيتزا بالشوك والسكينة. في قطار كمان 10 دقائق، اذا بلحقه ما بيكون في سبب انه اضلني بالمدينة، ولكن اذا ما بلحقه راح اضطر اضل بالمدينة ساعتين. فهيني باركود ان شاء الله الحقه. اخوان لحقته في اخر لحظة، في اخر لحظة. شوف التيكت. فهلا ما راح نقعد كمان ساعة بالبلد.
مكان غريب، مكان فريد من نوعه، مكان هادي ومكان جميل.